بالمدينة بل بالنهائي بالأفريقة المتواجدة. وأعزائي الكرام وأعزائي الحضور والمشاهدون والمشاهدات في كل مكان، نبتدي في النهائي بيست أوف 7. أعزائي الكرام أمامكم تيم فالكونز وزن الإي سبورت بدايتها في أول 6 ثواني، هدف من نيزك، بداية ولا أروع، بداية موفقة، بداية أسطورية من الفريق الأساطير الذي وصل للمركز الثاني بعد جهد طويل. يا لها من بداية، يا لها من كلمة، من رسالة واضحة أنهم هنا للتنافس، لكن الرد أتى سريعا من كيلرز، رد على طول من تيم فالكونز في أول 9 ثواني. تيم فالكونز حابين يردون الاعتبار، والآن زينون أصبحوا بتعادل مع تيم فالكونز هدف بهدف. نيزك ما شاء الله بالهدف الأول لاحظ بري جمب على طول على الكورة بعد البومب، بعد ما محمد بدأ الهجمة، فما شاء الله في تفاهم، في كوميونيكيشن رائع، ما شاء الله عليهم، الثقة موجودة بعد التأهل، بعد الفوز على تويستد ماينز، الآن ثقتهم أكبر من أي وقت مضى. لينكس في التقدم لكن مو الوقت طويل، كيلرز يخلص الكرة، نيزك الآن يستحوذ عليها، يمر للأمام، أمام ترك، لكن ترك يخرب عليه ما يعطيه مساحة، محمد يحاول يفجر أي لاعب أمامه لكن بدون أي بوس، ترك يخلص الكرة بدون أي بوس الآن كذلك من محمد، ما زال مستمر في التراجع الخلف، روتيشن سريع، ترك يحاول يفتح المساحة، يمر للجهة الأخرى، تسديد، يا سلام يا روى، سايد دوج أو سايد فليك على السريع. لاحظ معي هنا ترك فتح الهجمة، فتح وعينك تشوف هذه الهجمة وهذه المساحات والبومب والديمو، يا سلام يا سلام يا سلام. تيم فالكونز الآن يرجعون يسيطرون على زمام الأمور ويرجعون بالصدارة الآن مثل ما عودونا في بداية هذه السلسلة والجيم الأول في النهائي الكبير، نهائي الكبار معانا بين زيرون إي سبورتس وتيم فالكونز. 2-1 الآن تقريبا بعد مرور 40 أو 50 ثانية من الوقت الفعلي الآن تقريبا. باسم ريرك الجميلة كذلك من روص، لكن الاعتراض من محمد حاضر. كيلرز كذلك ما زال مستمر في المنتصف. نيزك الآن تدخل بشكل سريع بأكثرية من البوست، لكن الاستحواذ راح لفالكونز الآن عند روص. روص أخذ الريست الآن يفيك اللعب الأول، يستعمل الجملة، لا 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 يا روص، والله جميلة جميلة جميلة، اللاعب هذا مستحيل، اللاعب هذا خطير، خاصة نتكلم عن الإير رول، خاصة نتكلم عن الريست، نتكلم عن الميكانيك بشكل عام. فالكونز مخيفين في هذه اللحظة أمام خاصة كذلك زينون إي سبورت، ما راح يخلونا تروح بشكل سريع وما راح يخلونا تروح بشكل سهل، خاصة بعد ما شافوا زينون إي سبورت وش صار أمامهم بالريفر سويب اللي أمام تويستد ماينز. الآن روص من بعد الكيك أوف أخذ الريسيت عند اللاعب الأول، كذلك اللاعب الثاني، لكن نيزك ذي الإبعاد والتغطية قدر يسيب بدري بعد كذلك هذه الهجمة. الآن كيلر استمرير للمنتصف لكن سهلة على محمد، تدخل ثنائي ترجع عند محمد مرة أخرى، الآن تخبط دفاعي بدون أي ثرت بوست. لاحظ أن زينون إي سبورت نيزك هو الوحيد اللاعب اللي معاه بوست، ولكن تمريرة جميلة، تسديده كذلك فيكت مدافعين من زينون إي سبورت. لاحظ اللمسه من رواص، الفيك من ترك والتسديده من كيلر، جميع اللاعبين كانوا ينتظرون ترك يسدد، كانوا ينتظرون ترك يتواجد كذلك على من ناحيه الهجوم، لكن ما لاحظوا اللاعب اللي هو كيلرز متمركز كذلك في الهجوم. الان بعد الكيك اوف نيزك عند الكره يحاول ياخذ تقريبا ال1 في 1 امام اللاعب تركي، لكن الدفاع حاضر. كيلرز الان تمريره لروص، روص الباك بورد، روص الان يمكن دبل تاب، لكن نيزك في الابعاد والقراءه كذلك لكن ما زالت مستمره. لينكس الان للجهه المقابله، كلير يخليها لمحمد، محمد يعدي اللاعب الاول، روص كلاعب اخير قدر انه يبعدها، يمررها لترك للزاويه الثانيه عند زينون إي سبورت من المنتصف، كيلرز كلاعب اخير، تسديد على المرمى، مرمى مفتوح، خلاص انتهى الكلام يا فالكونز. 5 اهداف مقابل هدف واحد في اول دقيقه و53 ثانيه، تتكلم عن الضغط، تتكلم عن المضايقة، تتكلم عن استراتيجية اللعب. هذا هو النهائي اللي نتكلم عنه أعزائي الكرام، هذا هم الأبطال يتواجهون في مواجهة أخيرة، ولكن فالكونز ما يرحمون نهائيا. الآن نيزك من بعد الكيك أوف عد اللعب الأول، كيلرز ما حد متواجد باكورد، تمريرة وجميع عناصر زينون إي سبورت متراجعين، هذه فرصة لكن روص بالتخليص والإبعاد، هذا الشيء اللي يحتاجونه زينون إي سبورت حتى مع فرق النتيجة لفالكون. ما زالوا متخوفين أنهم يدخلون، ما زالوا متخوفين يا نواف أنهم يضغطون على دفاع فالكونز بهذه الطريقة، إذا مر الوقت ما راح يقدروا يرجعون. أكيد أكيد، 5 أهداف الآن مقابل هدف وحيد، الوقت يداهم زينون إي سبورت، الأهداف متكاثرة متزايدة لفالكونز، ضغط عالي مستمر. الآن نصف وقت المباراة تقريبا عدى، زينون إي سبورت ما زالوا بوضعية دفاع مستمر والضغط عالي جدا من فالكونز، والمساحات ضيقة جدا، وهذه تمريرة ممكن دبل توب، الله عليكم يا ترك، يا سلام يا سلام على هذا الهدف. لاحظ معي كيف ترك قدر يخطف هذه التمريرة من أمام المرمى من الباك بورد، كيلرز
وترك هنا أمس اللمسة الأخيرة أمام المرمى مع أن الجهد كله كان مقدم من كيرز وروس في الهجوم، ترك أتى لإثبات أو لإنهاء أو حسم الهجمة وكان موجود في الفينش. الآن 6 أهداف مقابل هدف وحيد، بنش من الجدار تخلص الكرة للجهة الأخرى، نيزك في الأبعاد والتخليص الآن في الجهة الأخرى عند محمد، الكرة عالية، الأهداف كثيرة جدا لطرف فالكنز بالجيم الأول وبدوها بداية قوية، بداية شرسة جدا، ما في أي رحمة، ما في أي خلينا نقول تقاعس في الأداء. أوه هو هو كلوس وان، تسديدة سريعة من محمد الأبعاد أتى لكن ترك موجود الفينش، وهذه نتيجة برازيلية الآن 7-1. والله مستحيل ما شاء الله تبارك الرحمن. تيم فالكنز مثل ما عودنا بهذه البطولة ما في إلا قوة نتائج كبيرة، نشوف 7 أهداف بكثرة من تيم فالكونز، سووه على تويستد، سووه على كل المنافسين لهذه البطولة، يفوزوا بنتائج برازيلية 7-7-7-1 7-8-8-1، النتائج تكون عالية جدا 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 من تيم فالكونز، وما زال الوقت في صالحهم لتسجيل نتائج أكثر وأكثر. تمرير الأمام ممكن يدرك من ترك، ينزلها الكيلرز، الله الله لا 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 خطيرة، لكن نيزك الفعاد بعيد الكرة لها بالجهة الأخرى يخلصها لعب لينكس، لكن التغطية من رواص ما يعطيه مساحة فرصة متاحة، ترك الآن بالجهة الأخرى بامب ومحاولة تفجير لكن ما أباد بالفشل، يعيني يا سلام قدر يخطف الكرة والإبعاد الآن حاضر من لينكس من الزاوية الآن الكرة يعيني من الجدار متواجد الآن محمد، تدخل من ترك الآن ليه بعد الكبرى في الجهة الأخرى، تدخل من ترك مرة أخرى، إير دريبل بلوك يا عيني كلاس موجود لنا، الله يا لينكس قدر يسيب الكرة، والآن في الجهة الأخرى 10 ثواني والنتيجة والأفضلية لفالكونز بشكل واضح، لكن هذه هي روس دبل تاب، لا 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 مستحيل هذه يا روس، الله 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 بعيدة الكرة بعيدة لكنها قريبة جدا منك يا رواص، هدف ولا أروع، هدف ثامن لحسم نتيجة الجيم، نتيجة عالية، نتيجة كبيرة من كبار فالكونز، والآن نقدر نقول الجيم هذا جي انتهى لفالكونز. الجيم نتكلم عن 8-1 يا نواف، نتكلم عن أساطير فالكونز في هذه المرحلة، الممثل وهذه تقريبا على المرمى لينكس الآن بالهدف الثاني، لكن نتيجة المباراة محسومة لفالكونز، فرق أهداف 6 أهداف نتكلم عنها، 6 أهداف في تقريبا أظن 52 ثانية، وقت مستحيل، نتيجة كذلك مستحيلة للرجوع في هذه المرحلة، هذا إذا فالكونز ما جابوا رقمين، وبتكون أول مرة تصير إذا في تقريبا في هذه البطولة بشكل عام في الدوري الخليجي. الآن ترك عند الكرة كذلك بعد الكيكوف، تسديدة من روص، الله الله يا روص، روص في مرحلة حصاد للنتائج في هذه المرحلة، قاعد يجمع إحصائيات يا نواف، قاعد يفرم إحصائيات بالنسبة له، تسديدة ورا تسديدة، هدف ورا هدف، تمريرة ورا تمريرة، روس ما يوقف شيء، روس لا يتوقف في هذه المرحلة، هدف وحيد يفصلهم من رقمين، وهذه أول مرة بتصير صراحة، بتكون محطمة لسن الإي سبورت، لكن دائما المباريات الأولى تكون قاسية على بعض الأفرقة، وهذا الشيء اللي قاعد يصير الآن، تمريرة من كيلوز لترك، ترك للباك بورد للجهة المقابلة، تعثر من لاعب أحمد مرة أخرى، تسديدة من ترك لدايركت من كيلرز لكن ما دخلت، الدقة ما كانت حاضرة الآن، 2 ثانية متبقية، الفرصة الأخيرة الآن تقريبا فالكون، شيء وحيد يحتاجون حل ويسعون بالنسبة لهم حاليا يجيبون الهدف الأخير، يبغون هدف فاصل، يبغون هدف ختامي بالنسبة لهم الآن، تمريرة من كيلرز لرواص، رواص يفيق، مستحيل يا رواص، الله الله يا حلوة رواص يا رواص، مهما كانت النتيجة ومهما كان الفريق، لاحظ الإمكانيات ولاحظ الديسريسبكت اللي قاعد يصير أمام سنة الإسبورت، وكأن رواص يرد الثار بالنسبة لتويستد بايز، وكأنه يأخذ حقه من فيك نيزك أول، رواص الآن يفعل الفيك نفسه بنفس تقريبا، مو نفس الطريقة بس فيك أيضا خطير من رواص ما شاء الله، وهدف 10 رقمين، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، دخولهم جدا قوي يا نواف، لكن المباراة الأولى المباراة الأولى دائما ما نحكم صراحة، يعني الفرق ونتكلم عن نتيجة جدا كبيرة، لكن يمكن زين الإي سبورت راح يقلون نتيجة، يمكن راح عندهم يكون مختلف تماما، ما ندري إيه الآن صراحة، لكن مجرات المباراة أعزائي الكرام الأولى زي ما شفتوا أمامكم تقدم ملحوظ وتقدم واضح وتاريخي لفالكون في النهائي، لكن أعزائي الكرام نبتدي في المباراة الثانية الآن من سلسلة البث بسبب التسديدة الصاروخية من محمد من منتصف الملعب الآن، والهدف الأول بعد مرور أول 18 ثانية سولو بلاي، قدر يمرر لنفسه أمام مدافعين ويسدد على المرمى، والهدف الأول لزينون إي سبورتس زي ما قلنا في بداية المباراة، لكن حاليا الفالكونز ما أظن يهمهم صراحة، إذا جاء
هدف على مرماهم في اول مباراه اللي شفنا في المباراه السابقه، جاء هدف على بدايه الجيم لزن الاي سبورت، والرجوع كان قاسي بالنسبه لهم في هذه المرحله. أن ترجع عند رواص مره اخرى من الجار الجانبي، الان تدخل زين بشكل سريع من اللاعب محمد لاعتراض هذه التسديده. نيزك الان بلمسه للجهه المقابله، كيلرز كلاعب اخير متراجع بالريكفري روتيشن كذلك والبوزيشن من ناحيه تيم فالكونز. من الجار الجانبي الان تدخل ثلاث لاعبين من زين الاي سبورت ليكمل هذه الهجمه، تمريره مره وصلت لترك. ترك الان من الجدار الجانبي حاول تقريبا يروح لأجدرب اللي هجمة فردية، لكن نيزك بالاعتراض. الآن لينكس كذلك من بري جمب بشكل سريع من الزاوية، الآن شوف التشين داش والسرعة كذلك للالتحاق بهذه الكرة، لكن صعب عليه والقرام. ترك مستحيل والله يا ترك، نتكلم عن طيران وقرام من منتصف الملعب، مستحيل أي واحد يتوقع ارتداد هذه الكرة. مع ذلك ترك قال لا من عندي أنا، ومستحيل نهائيا. الروص متمركز بشكل كذلك المكان المناسب لإنهاء هذه الهجمة الآن، وهدف التعادل لفالكونز من اللاعب روس. 1-1 دقيقة أو تقريبا 4 دقائق مرت، 4 دقائق متبقى على زمن المباراة، دقيقة مرت على زمن المباراة كذلك الثانية. الآن كمدافع أخير نيزك يحاول كذلك يكافح، لكن ثلاث مدافعين ليبعد هذه الكرة. النكس الآن محاولة كيلر الجهة المقابلة، تدخل محمد كيلرز بالقراءة كذلك بريجوب، الله والله حلو ولكن ما كملت، ما كملت العارضة، العارضة تمنعك مرة أخرى يا كيلرز من إيجاد هدف أسطوري. لكن روس الدوام الأخ متواجد للتعويض بشكل سريع من الجدار الجانبي، باونس لصالح كان مناسب، تسديدة على المرمى صاروخية أمام ثلاث مدافعين صعب أن يتوقعونها، صعب أن يقرونها، صعب أن يتصدون لمثل هذه الهجمات. الآن فالكونز بزيادة للنتيجة أمام زينون إي سبورتس، فرق فقط هدف واحد الآن. باك ليفت لفالكونز عند ترك، تدخل من لينكس بشكل سريع لإعتراض بناء هذه الهجمة من الصفر. ترجع عند كيلرز مرة أخرى بفلك عالي، نيزك ما زال مستمر، نيزك متواجد كذلك الجار الجانبي، لكن كيلرز 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 عدى من الأول، عدى من الثاني، تسديدة كذلك تمريرة لترك، لكن الدفاع حاضر من لينكس الآن لإحباط هذه الهجمة. روص في محاولة تمرير لكن ترتد بشكل سريع من لينكس للجهة المقابلة الآن لمربع فالكونز ودفاع فالكونز. ترك كلير للجهة المقابلة عند روس، روس متمركز عدى من اللعب الأول يمررها للمنتصف، ترجع سهلة عند محمد تسديد على المرمى، هذه صاروخية وترك متراجع، لكن البوزيشن وكذلك الروتيشن من ناحيته هو ما كان في أفضل صورة. محمد باستغلال الأخطاء والثغرات تسديدة على المرمى، والهدف الثاني الآن لزينن إي سبورتس بعد مرور دقيقتين. أعزائي الكرام نتكلم عن هدفين لكل طرفين يا نواف، هدفين الى الان نتيجة ما نشوف فارق جدا كبير، نشوف تقريبا نتيجة متقاربة من زينون اي سبورت في هذه المرحلة، وهذه يمكن تسديدها، لكن روص بالابعاد وما زالت مستمرة وتعثر هجومي من ناحية لينكس للجهة المقابلة. الان في نص الملعب عند اللاعب محمد يستحوذ على الكرة، لكن مو الوقت طويل، بس قدر الان يحذف على اللاعب كيلرز بمرتدة سريعة، اوكي ضاعت منهم لكن ما زالت مستمرة الهجمة. الان فوق المرمى روص يخلصها، ملازم الكرة، شد ديفنس تقريبا المدافعين، يخلصها لاعب محمد، تدخل سريع من الزاوية، دقيقة نص متبقية، هدف من الطرفين ونص وقت المباراة عدى. الان خطيرة هذه الهجمة من زينو، لكن لاحظ التمركز من ترك، يا عيني يا عيني يا ترك، قراءاته في هذه السلسلة خطيرة في هذه البطولة ما شاء الله. ترك قاعد يتألق، قاعد يبدع ما شاء الله من ناحية الفردية، نتكلم بالتحديد من الزاوية. روس متواجد، تسديد الآن عدى اللاعب الأول لكن المدافع خلصها. الآن كيلرز من الجدار لمس الكرة الأولى، يروح مرة ثانية جاب الريست، يا مجنون تدخل منه، لكن محمد ما يعطيه مساحة وفرصة تفجير للروس، يتراجع للخلف الآن بعد ما رسبن، تدخل سريع من الزاوية، تدخل مرة أخرى من روس، لمسة أولى لمسة ثانية ممكن يخليها فيك، يروح بمب، الله حلوة، كلوس ون كلوس ون، لكن لينكس قراها بشكل واضح، تدخل الآن من السيلينج، قراءة من نيزك خلص الكرة، روس متواجد قدر يقفل، لكن لينكس هنا يروح الدبل تاب، الله يا سلام حلوة من لينكس، قرا الدبل تاب. لاحظ معايا التمريرة هنا كانت من نيزك للينكس، لينكس راح للدبل تاب خطير، ترك راح سكوشي سيف بس ما أسعف الوقت وكان مستعجل نوعا ما. لينكس قدر انه الان يجيب الهدف الثالث وبالتالي الصداره لزين إي سبورتس بالجيم الثاني في هذا النهائي الكبير. تيم فالكونز لعلهم الان تراجعوا بالمستويات، انخفض الاداء نوعا ما بعد 10 اهداف مؤلمه جدا. زينون بالجهه الاخرى ما شاء الله ضعفوا الاداء، ضعفوا المستويات، في تحسن بالوضع ما شاء الله من ناحيتهم، لكن الى متى؟ دقيقه نص متبقيه، ما زال فالكونز عندهم وقت اكثر من كافي للعوده. هذه تسديده المبركه، التغطيه الرائعه من محمد، تدخل الان، تسديده من ترك، لكن الزاويه والعارضه تعترض على هذا الهدف وترتد الكره لنص الملعب الان عند روص، وتدخل من نيزك الان اسرع، ترك متواجد يخلص الكره، لينكس يمر الجهه الاخرى، روص متواجد يمر للامام، خطير لترك لكن لينكس ما يسمح لهم يعدوا من امامه. الان ترجع مره اخرى الجهه
المقابله. محمد يستلمها بشكل سريع من الجزار الجانبي. رواص من الباك بورد يحاول يخلصها، ترجع مره اخرى باقليه من البوست. رواص فليك عالي سريع يكمل الهجمه، يمرر لنفسه، تدخل نص الملعب الان 50-50، لكن مين اقرب؟ هو اللاعب كيرز يمرر اليسار، الترك خطيره لكن التدخل كان في محله من اللاعب محمد ويتفجر نفس الوقت. اعتراض الان جهه المقابله مرتده لزنون اي سبورت، لكن تخلص من ترك الان باس التمريره لرواص، رواص طالت عليه وقدر يمسكها، كذلك استلمها اللاعب محمد. استلم اللاعب محمد الان مرتد سريع 1v1 مع كيلرز. يا عيني قراءه كيلرز كانت في محله، تدخل الان ترتد الكره عاليه فوق نص الملعب، تمرير اليسار تسديده فوق الارض الان ترتد الكره بعيده. نتكلم عن 35 ثانيه متبقيه، الضغط لكل الجهه الطرفين، فالكس يحتاجون هدف اخير الان. فكيلرز ببنش الجهه المقابله، لينكس بلمسه الان في نص الملعب، تدخل في 50-50 مع ترك، كل جهه اخرى الاستحواذ يروح للاعب نيزك، ينتقل نيزك للامام يحاول ينفرد يفجر احد اللاعبين، يمرر امام المرمى خطيره. اوه فرصه الان محمد، لمسه الباك بورد عالي يمرر لنيزك، لكن ما فيها تسديد، لا ترجع مره اخرى لفالكنز. هذه فرصه تنان اي سبورت اذا قدروا يحافظون على النتيجه. 10 ثواني متبقيه، فالكنز يبحثون عن هدف التعادل في وقت جدا حرج وقليل وضيق للجهه الاخرى الان. زينون يحافظون، دبل كوميت ممكن يكون مكلف جدا. اوه يا سلام يا نيزك، مستمر الهجمه خطيره ترتد الجدار لكن تنتهي لزينون اي سبورت بالمرصاد، وقدر يسيب سيفات كثيره جدا مهمه وحماسيه ومؤثره. اعزائي المشاهدين خش على الجيم الثالث الان في البست اوف 7، مباراه مستمره معنا بين السعوديه والكويت بين تيم فالكونز وزينون اي سبورت. زينون قدروا يتخلصون من احد عمالقه السعوديه، قدروا يتفوقون على تويستد ماينز بريفيرس سويب، لكن هل يقدرون يسوونها امام فالكونز المرشح الاول لهذه البطوله؟ نتكلم عن المصنف الاعلى في الشرق الاوسط الان، هدف اول من كيلرز من تيم فالكونز ببداية الجيم الثالث في أول 20 ثانية. لاحظ تدخل سريع، عد اللاعب الأول والثاني والثالث بطريقة جميلة. كيلرز الحالة بدون بوست تقريبا، قدر أن يخترق جميع المدافعين بهدف أول الآن في بداية هذه المباراة والجيم الثالث معانا في هذه السلسلة النهائي الكبير اللي فيه احتمال أن نشوف براكت ريست مع أداء زينون اللي قاعد نشوفه ما شاء الله. بس هذه أخطاء المرمى، الله يا لينكس، الله مع بطء الكرة، بس مع ذلك ما شاء الله ردة فعل كانت سريعة وفي محلها من اللاعب لينكس تبارك الرحمن. أداء جميل من زينون مع فرق الخبرات اللي قاعد نشوفه، لكن مع ذلك ما شاء الله عليهم. الآن تدخل وفرصة، لكن ترك في الإبعاد وقراءة والأروع في الجهة الأخرى الآن. الآن من الزاوية ترك يمرر لكيلرز، تدخل من نيزك، تروح الكرة للجهة الأخرى محمد من الجدار، تدخل وتمرير للأمام، ولكن روص ما يعطي أي فرصة أي مساحة. الآن حماسية جدا، ترك رايح لدبل توب، الله يا سيف، يا سلام يا نيزك. نيزك ما شاء الله محافظ على المرمى لكيلرز، عند الأول والثاني يمر للأمام، الله 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 الله، هذا تناغم التوأم، هذا الأداء اللي دائما ننتظره منهم ما شاء الله. روص وكيلرز شيء متعودين نشوفه، شيء ومتعة بصرية لا جديد يذكر بالنسبة لهم ما شاء الله. تمريرة وإنها تمريرة وحسم، كيلرز وروص بأداء هجومي منظم ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن في الجهة الأخرى تمرير الأمام الرواص لكيلرز مرة أخرى، لا 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 مستحيل مستحيل، هدفين سريعة وتفاهم وتناغم ما شاء الله عليهم. تم منعها ورفضها من زينون اي سبورتس. الآن الكرة في الجهة الأخرى في نص ملعب كيلرز، كيلرز جبري سد، يا سلام، لكن الإبعاد حاضر من الزاوية. ترك الآن من السيلينج، عند الكرة والاستحواذ، لكن تدخل سريع من اللاعبين من عند زينون اي سبورتس ما يسمحوا لنا يعدون امام المرمى. هذه خطيره خطيره، يا سلام يا روص تسديده، لكن ابعاد حاضر من اللاعب نيزك، يتفجر الاول والثاني، ترك يا مجنون خطيره هذه، لكن لينكس لحاله، لينكس قدر ان يتخلص من هذه الكره. يا سلام، فرصه الان تقريبا لفالكوس مازال مستمره. هاي تمريره جميل، الله يا ترك، الله الله حلوه جميلة جميلة يا جماعة، حدثوني عن المتعة، أقول لكم فالكونز حدثوني عن الإثارة، أتكلم لكم عن ترك تسديدة ولا أروع بالتسعين، لمسة خفيفة فقط كافية بأنها تنهي تقريبا دفاع زينون اي سبورت اللي صمد أمام هجمات فالكونز. لا ترجع مرة أخرى من بعد الكيك أوف عند رواص، طيران من نيزك، قراءة كذلك لكن ما كانت مفضل صورة. رواص يا رواص أخذ الريزلون، لكن لينكس لينكس الإبعاد، السيف حاضر كذلك الدفاع الآن. ترك في محاولة كذلك تمرير، ترجع عند رواص مرة أخرى، يرجعها للخلف محمد، فليك عالي لكن سهل على كيلرز الآن للإبعاد للجهة المقابلة، ترجع تقريبا ما زالت مستمرة نيزك لكيلرز. كيلرز الآن من الباك بورد، لمسة كذلك يحاول يعدي من لينكس، لكن لينكس يتوجه للفيفتي، عدى من الملعب الأول، ظهر رواص، رواص تسديدة على المرمى بشكل سريع لكن ما كانت بالدقة اللي كان يحتاجها لإيجاد الهدف الرابع. الآن ترجع مرة أخرى مرتدة لزينون اي سبورت، لكن
الاستحواذ عند افتيم فالكوس هذه مرحله دبل كوميت تدخل ثنائي لي ابعاد وقتل هذه الفرصه. ترك مستمر الان تخليص من نيزك الجهه المقابله روص تمرير للمنتصف. كيلرز ما كان متمركز كان متراجع بشكل ملحوظ بشكل كبير وما قدر يستلم هذه الكره. الان ترجع مره اخرى ليزرن اي سبورت تدخل من محمد لكن روص كان اسرع اسرع فيها من هذه تقريبا. كيلرز هذا فيك تقريبا او جله هذا فيك تسديد على المرمى. ايش صار بالضبط هنا؟ لخبطة من كلا الفريقين تقريبا. كيلرز كان متوجه اللمسة لكن اتوقع انه فيك لانه سوى ديليت فليك خلاها سهلة لترك. ترك فيك وتوجهت لي رواص. رواص بالتسديد لاعبين من زرن اي سبورت تفيكوا من هذه اللمسة تقريبا من هذه الحركة فقط من فالكونز. ما ادري صراحة اذا كانت مقصودة بالنسبة لهم ولا لا لاني انا شفت ديليت فليك من كيلرز فبالغالب انه قصد يسويها عشان يفيك يعطيها للرواص. كذلك ترك الان ونتيجة كل ما لها تزيد لصالح فالكونز والنتيجة هذه تعكس تقريبا المباراة الأولى اللي عندنا واللي شفناها والفرق الكبير والرقم الخيالي اللي شفناه اللي هو رقمين من فالكونز أمام زنون إي سبورت. وتقريبا شفنا تفاوت وتراجع من زنون في هذه المرحلة. الآن تدخل عالي كذلك لعب أسطوري من فالكونز في هذه الأوان. ترك الآن بالفيفتي ترجع عند روس مرة أخرى لكن تعثر لينكس بالإبعاد الجهة المقابلة. تراجع روتيشن من كيلرز بشكل سريع طيران كذلك ملحوظ من محمد لكن كيلرز كان اسرع بتدخل بنش. ترجع الان مره اخرى للربع الدفاع اللي زنون اي سبورت بمب كذلك حاضر. لينكس الان بلمسه يحاول يخرب على ترك لكن ترك ما زال مستمر يمرر للمنتصف. محمد الان بكلير الجهه المقابله لينكس تمريره للمنتصف هذه فرصه هذه خطيره فيك جميل من ترك والهدف الخامس الان وما زال يستمر. يا سلام يا سلام ترك لا يرحم قاسي جدا بهذه المباراه ما شاء الله بالاداء. لاحظين كيف تاخر فيها لين اخر جزء من الثانيه وقدر يضربها على المرمى على طول. ما في الا قوه ضرب من تيم فالكونز هذه المباراه. 5 اهداف جدا مؤلمه. نفس السيناريو اللي بالجيم الاول من ناحيه الضغط العالي جدا تمرير الامام لترك خطيره دبل ممكن الله لكن بالتغطيه اللاعب نيزك الان فالابعاد في الجهه الاخرى. نيزك مكمل الهجمه هذه يحاول يقرا الكره بس رواص بالتغطيه ترتد من الجدار. الان من الزاويه متواجدين لاعبين زنن بالخلف يتراجعون على ضغط كبير على مرماهم. اقل من دقيقه متبقي الان كيلرز يحاول يفتح المساحات ويعدي الجميع ويخترق الدفاعات لكن لا مجال. زنن الان في مرتده سريعه لكن رواص استحوذ الكره بس مين موجود معاه على طول. محمد بالتغطيه والتكفير ترتد من السيرك لاحظ في احد اللاعبين يحاول يتفجر او يحاول انه يفجر احد اللاعبين. زنون الان خطيره بس ترتد من السيلينج بعد ابعاد الكره. ترك متواجد من الزاويه الان لمستين ترتد الكره بومب اللعب الاخير جاب الريست كيلرز خطير الكره ثلاثه من الجهه الاخرى 2 ثانية متبقيه. ترك 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 الان راح للبومب تمريره الله يسيف. يا سلام يا نيزك يا سلام تفجير وعدائيه وبلا اي رحمه من لاعبين فالكونز. تفجير للينكس وتفجير الان لنيزك من الزاوية الكرة 15 ثانية نقدر نقول جي جي خلاص مبروك فالكونز الجيم الثالث في هذه السلسلة ومستمرين معنا بالبيست اوف 7 سلسلة طويلة نفس طويل. ممكن زينون يتعبون أمام النفس الطويل اللي عند فالكونز والصبر اللي تعودوا عليه وخبرة النهائيات اللي اكتسبوها فالكونز في الفترة الأخيرة بعكس زينون اللي جايين بلا خبرة في مثل هذه المباريات. أغلبها ما تكون خطيرة وما تكون خلاص أنها تكون زي ما تقول على المرمى تكون بعيدة أو في محاولة بناء هجمة بالنسبة لكم. لكن أعزائي الكرام نستمر وندخل على الجيم الرابع الآن 2-1 نتيجة السلسلة لفالكونز في هذه السلسلة تقريبا ما زالوا مستمرين إلى الآن جيم واحد يحطون زنون إي سبورت في موقف الخطر وموقع الخطر كذلك في هذه المرحلة الآن وبدايتها كذلك ضغط من فالكونز من بداية الكيك اوف. ترجع عند رواص الآن في محاولة تمرير يتوجه يمكن للبمب لكن محمد قدر يعدي الآن تعثر تمريرة يمكن من كيلرز والإبعاد حاضر من لينكس. محمد الآن كذلك روتيشن بشكل سريع أو عفوا بوزيشن مرة أسطوري يحاول أن يستلم تمريرة لينكس لكن دفاع فالكونز حاضر الآن العدائية من لينكس كذلك والبمب. نيزك ينتظر بفارغ الصبر يحاول تقريبا يجر واحد من مدافعين فالكونز لكن كلهم متراجعين كلهم قارين بشكل صحيح الآن تزيده بشكل سريع ونيزك بالإبعاد حلوة من ترك لكن نيزك متواجد في التغطية الآن. ترجع عند محمد مرتدة سريعة على المرمى تسديدة كذلك لكن رواص بالإبعاد والتغطية في الجهة المقابلة عن ترك. كيلرز كان متواجد ومرر لرواص لكن نيزك قرر انه يسوي بمب لرواص بخبرته يفتح المساحات بالنسبة له ويقتل هذه الفرصة وبناء هجمتها من الصفر. ترجع مرة أخرى الآن من لينكس من باكبورد كلير الجهة المقابلة رواص بفيك رواص الآن بي 1 في 1 محمد استعجل فيها بريد جمب وكذلك بري فليب ما كان بالحسبان أي اللينكس لمسته كليرة كذلك الجلة اللي هنا عطى فرصة لرواص ومحمد بالبري جمب ما قدر يلحق عليها ورواص كان عنده فرصة جدا سهلة ولا هدف الأول الآن واستفتحية المباراة بعد مرور دقيقة وثمان ثواني من زمن المباراة الرابعة وزمن المباراة الفعلي. الآن فالكونز يتقدمون ويأخذون الصدارة من ناحية الجيم الرابع
في بدايته كذلك الان تسديده كذلك على المرمى بشكل سريع ترجع عندنا يزك مره اخرى من الجدار ارتداد بشكل سريع ريدايركت للجهه المقابله كيلرز قدر يقراها بشكل صحيح تعثر الان ريدايركت هذا خاطئ من لينكس يعرض فريقهم للخطر ولكن بشكل سريع نيزك بيسكوشي سيف قدر يخلصها وهذه كانت فرصه صراحه لفالكوس بعد خطا من لينكس كان خلاص موسع الفارق لفالكوس اعطاهم فرصه سهله قدام المرمى ما في اي مدافع وما في الا نيزك متراجع على اخر اللحظات قدر يتصدر الان مرتده لفالكنز جهه المقابله ترجع او للكيلر استمريره تعثر دفاعي الان تدخل ثلاثي من زيرون اي سبورت اللي بعد هذه الهجمه اخطائهم قاعد تكثر وكل مالها قاعد تكثر واستغلال من فالكنز عالي لكل مره فالكنز يشوفون خطا من زيرون اي سبورت يستعملونه ويستغلونه اتم الاستغلال يا نواف مهما كان البوست ومهما كان تقريبا الضغط على الفريق فالكنز ما زالوا يستغلون اي ثغره واي خطا وهذه خاصه في الوقت هذا وفي النهائي لا مجال لأخطاء نهائيا لا مجال لأخطاء مباراة حاسمة مباراة مصرية مباراة مؤثرة والنتيجة النهائية هو رفع الكأس الله دبل تريبل لا 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 رواص يضرب رواص يلهي رواص يحسم تريبل تاب يا مجنون رواص يا سلام يا سلام يا سلام والله هدف جبار من لاعب أسطورة رواص يتألق ويبدع في هذه الأثناء بهدف ولا أروع ما شاء الله تبارك الرحمن والله لعيب 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 أنت الكلام فيك يا بطل الآن الإبعاد من عند زينون لكن الضغط ما زال مستمر من فالكونز الآن الكرة في الجهة الأخرى عند رواص رواص يبرر لترك رواص الله لا 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 يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا إلهي ما هذه المتعة ما هذه الثنائيات رواص ترك ترك يرجع بالكرة إلى رواص تيكي تاكا ممتعة تيكي تاكا رائعة بين الثنائي بين رواص وتوأمهم الثالث ترك رواص بالإبداعات الهجومية بالتمريرات الضيقة دائما يمتعون دائما لا صراحة يفشلون بمتعة بصرية دائما يعيدون بها والآن يقدمون لنا في هذه المباراة ترك الرواص رواص الكرة مستحيل الطرف البصري اللي قاعدين نتفرج فيه ونستمتع به الآن من فالكوز ما شاء الله تبارك الرحمن في الجهة الأخرى زينون إي سبورتس الآن يحاولون بشتى الطرق أنهم يخترقون دفاعات فالكونز مستميتين مستمرين يبحثون عن أي ثغرة أي فرصة لكن دوبي تو الآن خطيرة ممكن دوبل تاب مرعبة بس تدخل من نيزك قدر يخط الأول والثاني ويخلص الكرة من أكثر من لاعب الآن من الزاوية ترك يخلص الكرة مين يا ترى عند محمد مرتدة سريعة خطيرة هذه أرضية سهلة بالنسبة للرواص توقعت من البداية خطيرة لكن هنا تفجير دبل ديمو الكرة عند كيلرز يخليها لترك خطيرة الآن من ترك لكن ما استمرت نيزك في الإبعاد يا سلام محمد الله 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 الله, الله. جميلة 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 هذه التمريرة وهذه التسديدة وهذا الإنهاء من الأخوان نيزك ومحمد قاعدين يمتعون برضو يمتعونه من ناحيتهم أو بطريقتهم الخاصة هدف جميل وبداية كذلك لزينون إي سبورت برجوعهم لأجواء المباراة أعزائي الكرام 3-1 الآن فرقة هدفين بداية الكيك أوف تدخل من كيلرز بشكل سريع ترجع كلاعب أخير عند لينكس الآن لكن كيلرز ما زال مستمر كيلرز يمرر لكن يشوف نيزك بالإبعاد الجهة المقابلة ترجع عند مرة أخرى عند محمد لكن بالتخليص عند رواص رواص بتمريرة لترك ترك بري جامب رواص يتوجه للبومب لكن لينكس قدر يبعد عنه وقدر كذلك يبعد الكرة للجهة المقابلة ويقتل الهجمة الآن ترجع مرة أخرى عند محمد من المنتصف كيلرز كذلك بطيران بشكل سريع تسديده من نيزك على المرمى لكن رواص بيكا مدافع اخير قدر يبعدها الان ما زالت مستمره دقيقه اخيره متبقيه على زمن المباراه نيزك الان يحاول يكافح رواص ما زال مستمر يبعد الكوره ترجع اللينكس تدخل ثنائي وكفاح من فالكونز عفوا من زينون اي سبورت لايجاد هدف ثاني تقليص الفارق الان عند لينكس الكره ما زالت مستمره رواص طيران بشكل سريع مرتده ولكن ترجع مره عند مربع زينون اي سبورت الان من الزاويه محمد في محاوله الابعاد فتركي يحاول يخترق مدافعين هذه حلوه لكن دفاع من لينكس في محله وصلابه دفاعيه موجوده 30 ثانيه اقل منها الان اخر الوقت واخر الفرص بالنسبه لزينون اي سبورتس ترجع كيلرز الان مره اخرى في المنتصف تمريره لتركي نواف هذه جميله هذه ثلاثيه لكن لينكس والله حلوه بس ما اكتملت بالنسبه لهم الان في الجهه الاخرى اقطاع واعتراض من محمد رايح للمرتده سريع راح باب اللاعب الاخير بس ترك قدر يخلص الكره مرتده في الجهه الاخرى من ترك لكن نيزك لاعب المرصاد الان من الزاويه يمكن في هدف اخير الان كيلرز يمرر لترك ترك بالتسديد بشكل سريع لكن سهله وبطيء على المدافع الان لينكس ما استلم بشكل سريع ترجع عند رواص رواص فيها يخليها لتركي نواف ترك دبل تاب الله 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 كلوز 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 متواجدين بعدد كبير من التسديدات
والضغط العالية. أنا أعزائي المشاهدين نخش للجيم الخامس واحتمال يكون الجيم الأخير في حال تفوق تيم فالكونز في هذه المباراة. زيرون أكيد زي ما سوى مع تويستد أكيد يطمحون أنهم يرجعون بعودة تاريخية وجرينتا وريمونتادا جنونية، لكن أمامكم فالكونز الآن يا زنون، أمامكم المصنف الأول، ترك الآن بعد تمرير رايح الدبل توب، لكن محمد يعترض، محمد يخلصها، الآن في الجهة الأخرى، ثلاثين كرة عالية فوق مرتفعة، لينكس مع نيزك دبل كوميتس ما كان في محله، ما هو مبرر له، الآن روص لترك خطير هذه التمريرة، ترك جاب الريست تقريبا مستمر في الهجوم، لكن نيزك ومحمد ما يسمحون لترك انه يعدي، روص لكيلرز خطيرة تسديدة هذا ممكن لكن تصدي والأروع من لينكس. الآن تمر 45 ثانية من المباراة الخامسة وبدون أي أهداف نهائية لكل الطرفين، ترجع مرة أخرى عند كيلرز من الجدار الجانبي، كيلرز عامل السيلينج، كيلر عدي لعب الأول يتوجه الباكورد يمكن دبل تاب يفيك يخليها لترك، لكن ترك ما قدر يقراها بالشكل الصحيح. الآن ترجع عند روص مرة أخرى تمريرة أول تغطية من نيزك في الدفاع بشكل سريع، ترجع مرة أخرى عند كيلرز، كيلرز الآن أخذ الريست لكن شوف الطيران من محمد يفيك اللعب الأول يخليها لروص، روص يفيك البومب، والله حلوة اللعبة والله جميلة يا فالكونز، جميل تقريبا التفكير، كيلرز فيك اللاعب الاول، روص فيك، كيلرز وجه للبومب، تركي سدد بعيد عن محمد في الزاويه البعيده، والهدف الاول لفالكونز الان، وكذلك الصداره لفالكونز مره اخرى. والله هجمه فعلا ذكيه من فالكونز، وهذه المباراه توما بدات، ولا الهدف الثاني ممكن، لكن التغطيه من محمد في محلها، قدر يخلص الكره، يبعدها بعيد، الجهه الاخرى المرتده. تدخل و 50-50 ترك أسرع في التدخل، لمستين من الجدار ترتد الكرة سهلة بالنسبة للمدافعين يخلصون التفجير وعدائية بلا رحمة، الآن بقسوة عالية جدا من فالكونز للبحث عن زيادة بالأهداف، للبحث عن توسيع للفارق، للبحث عن فرص أكثر لإنهاء المباراة بشكل مبكر. فالكونز يبحثون عن الكأس والتتويج على الرواص، الله لكن الإبعاد سريع وجميل من المدافعين. يعني الصراحة ما شاء الله إذا في شيء لاحظته على زنون دفاعهم كويس مقبول مقارنة بالجيم الأول، 10 أهداف الأجيام كلها إلى الآن، الثاني والثالث والرابع إلى الآن ما شاء الله، والخامس الدفاع أفضل بكثير ما شاء الله عليهم، بعكس الجيم الأول كان دفاعهم مرة غريب، لكن الآن هذه فرصة. يا سلام، لاحظ معي قراءة محمد، وفي في تحسن بالأداء من زيرون، لكن مو كفاية، يحتاجون أكثر، يحتاجون يضاعفوا الأداء، يحتاجون شراسة أقوى، يحتاجون لعب عنيد أكثر أمام فالكونز الأفضل. كيلرز الآن محاولة فردية لكن نيزك ما يعطيه مساحة، تخليص حاضر محمد الآن من الجهة الأخرى سهلة بالنسبة للروص، تدخل ثنائي بين ترك وروص سهلة بالنسبة لنيزك، القراءة والتخليص للجهة الأخرى الآن، تبعد الكرة من الزاوية، كيلرز يخلصها للأمام، نقلة خطيرة لترك من الزاوية سايد، بس الكرة بعيدة، روص عند الكرة، الله يا سيف يا نيزك، يا عيني يا عيني ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا نيزك، قراءة والأجمل لكرة روص اللي كانت هدف محقق الآن في نص الملعب. تدخل من كيلرز أسرع من أي لاعب آخر، لمستين ترتد من الجدار، ثلاث لمسات، تدخل من رواص لكن بعد حاضر، قراءات جميلة، مستمرين زيرون في المحافظة على مرماهم بهدف وحيد فقط، لكن إلى متى؟ الضغط عالي وحتما سنرى هدف، حتما سنرى هدف آخر من فالكونز على هذا الوضع ما شاء الله، على هذه الدقة في اللعب وهذا الضغط المستمر، صلاتي على محمد، أداء هجومي وضغط مرعب جدا من تيم فالكونز. زيرون ما زالوا يحافظون، بس الدفاع هذا لازم يحولونه لهجوم، الدفاع هذا حتما اذا استمر بهذا الشكل راح نشوف اهداف اكثر من فالكونز، يحتاجون الان يعوضون، نيزك في هجومه وهجمه مرتده بس ما استمرت معهم، فالكونز محافظين على مرماهم، الان كيلرز ليترك خطيره الكره في الجهه الاخرى ترتد بالجدار، الله خطيره مستمره لكن القراءه كانت في محلها من المدافعين، بس الان لاحظ محمد ياخذ البوستات كلها على ترك، يا عيني يا حمد مستفز يا محمد، مستفز يا محمد، حلوه منه، انا متاكد انه استفز ترك، لكن ترك قدر ياخذ بوست، قدر ياخذ بوست ترك، يتفجر الان، الله حلو هذا التفجير، ممكن يكون تفجير مهم، بس ما في احد في الخلف، يترجع روتيشي سريع الان الكره في جهه او ربع الدفاع عند زيرون اي سبورتس، الضغط عالي من تيم فالكونز، دقيقه واحده متبقيه، هدف مقابل لا شيء، زيرون يبحثون عن هدف للتعادل، هدف لابقائهم على قيد الحياه في هذه السلسله، في هذا النهائي الكبير بين الكبار، لكن فالكونز يبغون ينهون كل شيء بدري، فالكونز امامهم كاس يتوجهون به الان. ترجع الان مره اخرى لرواص عنده فرصه اخيره 44 ثانيه متبقيه زمن المباراه، نيزك الان يبعد الجهه المقابله، كيلرز بتدخل ترجع عند ترك، ترك محاوله ريانيك، كيلرز فيك الاول تخليها لرواص، رواص بالتسديد يا سلام يا سلام يا سلام، رواص وترك
كالمعتاد تمريرات جميله كيلرز يخليها فيك بعد. الله حلوه والله اسطوريه من فالكونز. والهدف الثاني الان وكل مالها تقريبا تقفل على زينني سبورت. كل مالها الامال تنعدم بالنسبه لهم. 35 ثانيه متبقيه تفصلهم عن في رجوع ولا لا. بعد الكيك اوف في دبل تاب لكن تخليص بشكل سريع من نيزك على الجهه المقابله عند محمد. محمد يحاول يكمل لكن الاعتراض من كيلرز حاضر. الاعتراض حاضر من كيلرز الان لابعاد 20 ثانيه متبقيه. التقدم وتفوق الفالكونز بشكل واضح. زيرن عندهم وقت قصير جدا ونقدر نقول صعب 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 جدا عودتهم. هذه ممكن هدف فرصه لكن الابعاد حاضر من كيلرز ونقدر نقول جي جي. 6 ثواني 5 4 مبروك الف 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 مبروك لبطل اول نسخه للدوري الخليجي للرياضات الالكترونيه تيم فالكونز. مبروك 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 الف مبروك. احتفاليه مبكره هدف في اخر فرصه اخر ثانيه تمريرات وانهاء الاروع بين كيلرز وترك. مباراه حاميه كانت لكن فالكونز انهوا بشكل مبكر 4-1 وهنا احتفاليه عناصر فالكونز روز ترك وكيلرز.